دكتور، لو نحكي على مجال عملكم في الأردن أو مستويات عملكم أو حتى نطاق عملكم إن أمكن، مع مين عمالكم تشتغلوا؟ الجهات اللي بتتعاونوا معاها إن كان من القطاعات الحكومية الرئيسية أو القطاعات الخاصة، تواصلكم في بعض المناطق، أعطينا نبذة حول علاقتكم مع البيئة الزراعية في الأردن إن صح التعبير. المنظمة منظمة من منظمات الأمم المتحدة نتعامل مباشرة مع الدول الأعضاء من ضمن الأردن. التعامل مع الدول الأعضاء يأتي على رأسه التعامل المباشر مع حكومات هذه الدول. فنحن شركاء أولا للحكومة الأردنية، على رأسها وزارة الزراعة كوزارة قائمة على أمر الزراعة في المملكة الأردنية الهاشمية. أيضا نتعامل مع كل الجهات الأخرى المرتبطة بالزراعة والأمن الغذائي، بما ذلك في ذلك وزارة المياه، وزارة البيئة، وزارة التخطيط، وكل الوزارات المساندة إذا كانت خارجية أو الداخلية إلى آخره. فهدول دول الجهة الأولى التي نتعامل معها، نخطط معها معا بإشراك لكل الشركاء الآخرين. الشركاء الآخرين بما على رأسهم اتحادات المزارعين والمنتجين، نقابة المهندسين الزراعيين، نقابة المهن البيطرية، نتعامل مع القطاع الخاص، نتعامل مع الـ NGOs، كل الشركات غير الحكومية، المؤسسات غير الحكومية العاملة، كل هذا بالنسبة لنا شركاء ونتعامل معهم، إضافة إلى الدول المانحة والصديقة والداعمة للأردن. بنعكس عملكم على المزارعين أو بتتواصلوا مع المزارعين الأردنيين بشكل مباشر؟ نعم، المنظمة بحكم هدفها وأولوياتها تتعامل تعامل مباشر مع المزارعين عبر مباشرة أو عبر العمل مع جهات تتعامل مع المزارعين. وبالتالي وممكن أدي مثال، يعني الأمثلة كثيرة، والمنظمة تعمل في الأردن منذ عام 2002 كمكتب، لكن قبله بتتعامل معها كدولة مستفيدة من خدمات المنظمة. كمثال واحد فقط ممكن نشير ليه، تعاملنا ودربنا أكثر من 3000 مزارع في أشياء مختلفة. أنتوا قبل شيء جبتوا قطف الزيتون كمثال، في مثال في فلسطين مثلا بالضبط، فبنساعدهم في مقاومة الحشرات، بنساعدهم في اتباع التقنيات مناسبة لاستهلاك استخدام المياه، وبالتالي عندنا أنشطة كثيرة جدا ومباشرة مع المزارعين. في أنشطة أخرى على مستويات مش مباشرة مع المزارعين، مع مستويات أخرى بيكتسب أو بيتعامل معها المزارع.